الحمد لله مفيش احسن من فرحة محتاج لما تحقق له حلمه. تعالوا كلنا نتكاتف لتحقيق احلام هؤلاء البسطاء. وعلى فكرة الموضوع بسيط جدا جدا جدا، بالظبط زي اللي حصل في قرية كفر الشهاوة في محافظة القليوبية، اللي كانت بتعاني من سوء حالة الطريق وعدم وجود صرف صحي بالقرية، لكن البرنامج بالتعاون مع محافظة القليوبية قدر يرصف لهم الطريق ويعتمد تخصيص محطة صرف صحي للقرية لحل مشكلة المجاري. تعالوا نشوف فرحة الأهالي في هذا التقرير. البرنامج ساعدنا كتير في حل مشكلة الصرف الصحي، وصوت البرنامج وصل لكل مسؤول، والناس دي اهتمت بينا فعلا وادونا اعتماد قدره 12 مليون جنيه، وجاري التنفيذ في القرية بفضل الله، ثم فضل ان البرنامج صح الناس بالنسبة لنا، والناس بدأت تبص لنا فعلا، والناس اللي وقفت جنب قرية كفر الشهاوي في الصرف وقطعة الارض سلمت والطريق اترصف وبقت، وبشكرهم على تلبية مشاكلنا ومشاكل القرية بالكامل. انا طبعا سعيد لان بلد الشاصر الصحي الصراع جميل ولذيذ جدا ومفيد للبلد كلها. في الصحة يخش لنا وطريق اتلصف وربنا يفيدهم في خيرهم والبركة وربنا فيه. نشكركم على الطريق اللي انعمل والصرف اللي دخلنا وبسطونا، ما خلطناش محتاجين حاجة، جميلكم على راسنا من فوق. احنا نشكركم عشان نورتوا بلدنا، ما نفرحش لا نفرح ونتسلم بحسكم حس ربنا. برنامج واحد من الناس جه حط ايده على المشاكل الحيوية للمواطنين، وفعلا تم حل هذه المشاكل. الطريق كان وحش والبلد ما فيهاش صرف صحي. الطريق دلوقتي بقى اصبح الحمد لله رب العالمين اترصف من سنين لكفر الشهاوي خاطر 2 كيلو 200 بتكلفه ما يعادل 660 الف جنيه الحمد لله رب العالمين. وبالنسبه للصرف الصحي، المحطه استلمت الحمد لله للشركه القابضه للماء والشرب لابتداء شغل الصرف الصحي.